وبالعودة إلى ندوة تجمع نهج التي ستعقد مساء اليوم في ديوان عضو مجلس الأمة المبطل الأول أسامة المناور، ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الناطق الرسمي باسم تجمع نهج فهيد الهيلم. أهلا بك، حياكم الله. يا مرحبا. ما هي أهم المحاور والقضايا التي ستدور حولها الندوة؟ حقيقة الندوة من عنوانها تتحدث عن حماية المال العام، إذ أن تجمع نهج في هذه المرحلة وضع أضلاعا ثلاثة لعملية الندوات وإدارتها. أولا الإصلاح السياسي بكامل بنوده، ثانيا حماية المال العام، ثالثا محاربة الفساد. هذه الأضلاع كلها تكتمل اليوم بانطلاقة الندوة الأولى الكويت تسرى. الكل يشاهد اليوم أزمة المواطن الكويتي والتضييق عليه في مقابل التوسيع على سراق المال العام صح التعبير، أو على مؤسسات فساد كبرى. هناك تضارب مصالح، هناك جمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية مجالس إدارة شركات جعلت بعض نواب المجلس الحالي أو غيرهم أيضا ممن يحاول استغلال منصبه بزيادة نفوذه والتعدي على المال العام. أيضا هناك هدر حقيقي في المال العام، نجد سرقات، نجد مناقصات تذهب بغير وجه حق، نجد مشاريع تدور حولها شبه كبرى مثل الزور، محطة الزور، جسر جابر، المدينة الإعلامية وغيرها من هذه المشاريع اللي أساسا الحكومة عجزت عن محاسبة المتسبب. إذا عندنا تراخي حكومي، عندنا توسعة على مؤسسات الفساد، عندنا وعد حقيقي للمحاسبة. حينما حاول المجلس المبطل الأول إن صح التعبير الذي تحدثتم عنه وندوة اليوم ستقام عند النائب أسامة المناور وأحد أعضاء ذاك المجلس، حينما قام بمحاسبة حول لجنة الإيداعات والتحويلات وغيرها، تم إبطال ذلك المجلس لهذا السبب. الكل يعلم هذا، الإبطال لم يكن لإجراء خطأ شكليا قامت به الحكومة، بل كانت تتوقع نتيجة الانتخابات بأنها ستكون نتيجة كبرى لانتصار ذاك التيار لأزاح مؤسسات الفساد في تلك الفترة. إذا اليوم احنا نضع اللبنة الأولى في حماية المال العام بالعهد الجديد يعني، وننطلق صوب محاسبة حقيقية ومراقبة دقيقة. الأمة مصدر السلطات، الأمة هي التي تراقب، الأمة هي التي توجه الرأي العام. لذلك علينا كتجمعات سياسية حقيقة أن نتحمل المسؤولية وأن نشير للمقصر وأن نستحث الناس جميعا. اليوم المواطن الكويتي يعاني أزمة ناطر، يعني حملة ناطر بيتك نتيجة لتراخي حكومي في محاسبة مقصرين في هذا الملف، نتيجة لهدر حكومي في هذا الملف، نتيجة لتوسيع على مؤسسات الفساد. شوفوا على سبيل المثال إسعاد جابر، يعني مناقصات للصيانة وهو لم تلعب فيه كرة قدم إلى الآن، يعني على سبيل المثال. نعم أستاذ فهيد، البلد تتعرض إلى هجمة شرسة وهدر في مالها العام، مما ينذر بخطر حقيقي ما لم تتصدى القوى السياسية والمسؤولين ومن يريدون الحفاظ على المال العام وبحبوحة العيش التي يتمتع بها الكويتيين أن تستمر. عليهم حقيقة أن تتعاضد جهودهم في محاربة هذا الفساد وهذا الهدر وإيقافه. نعم، إذن أنتم تريدون مواجهة هذه الأمور عبر حراك سياسي جديد. هل يمكننا القول أن هذه الندوة هي بداية لتحرك سياسي جديد، وما هي خطواتكم المستقبلية في هذا الشأن؟ الحقيقة الحراك السياسي في الكويت لم يتوقف، يعني تنوع في مناشطة وتنوع في وسائل وتنوع، وفي كل فترة زمنية يكون له تحرك معين. اليوم نعم هي الانطلاقة الأولى لتجمع نهج بهذه الندوة التي تجمع رئيس المجلس الأمة السابق أحمد السعدون، النائب الفاضل الدكتور وليد الطبطبائي، النائب الفاضل الدكتور جمعان الحربش، صاحب الندوة النائب أسامة المناور التي تقام عند الندوة الليلة بعد صلاة العشاء، وندعو من خلالكم الشعب الكويتي بكل أطيافه إلى الاحتشاد والتواجد لوقف الهدر ومحاسبة المفسدين. أيضا النائب الخامس النائب الدكتور عبيد الوسمي ودكتور القانون المعروف في جامعة الكويت وكذلك عضو المجلس المبطل الأول. إذا هي اللبنة الأولى، وهناك لبنات أخرى في طريق العمل السياسي ستنطلق كل في حينها. نحن في تجمع نهج
من خلال تجربة سابقة، لا نعلن إعلانا مسبقا عن كل الأنشطة دفعة واحدة، لا، إنما لكل نشاط وقته ويعلن عنه بالقدر الكافي لكي يتجاوب مع الشارع الكويتي. والشارع الكويتي حقيقة عودنا أن لا يمكن أن يتوانى في قضية محاربة الفساد وإيقاف المفسدين عند حدهم، واليوم هو يوم الشعب حقيقة. إذا كنا نعتقد أن المؤسسة التشريعية لم تعد تمثل الشارع الكويتي تمثيلا حقيقيا بعد مرسوم الصوت الواحد، علينا أن نتحمل مسؤولياتنا نحن كشعب كويتي كقوة سياسية، وأن ننطلق صوب محاسبة المفسدين وإيقافهم عند حدهم. نعم، شكرا جزيلا لك الناطق الرسمي باسم تجمع نهج في هيدلهيلم.